يا من بإيدك مصيرنا، يا من بإيدك مصيرنا يلي ملكت العطايا، احفظ يا ربي مصيرنا وتيها شر الكلام. فالآن نستمع للشاعر الأستاذ رضا عبادة. رضا الاستاذ يحيى السيد. لو سمحت يا استاذ، لحظه منى، لو سمحت الناس تسكت. بعد اذنكم، بعد اذن الجميع، عايزه بس بعد اذن الجميع كل حد يكتب لي اسمه. يعني كل حد موجود في القاعه يكتب لي اسمه بس ورقم تليفون عشان دكتور عليه. هاتي ورقه. انا طبعا دكتور ورقه انتوا اللي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الإعلامي يا سيد وصحفي ومؤلف للفن الشعبي والتراث الشعبي ومطرب للتلفزيون المصري ومطرب. أيوة مطرب طبعا وأحيانا مطرب يعني. الفن طبعا حاجة مهمة جدا وبيغذي الروح قبل الجسد. زمان زمان قالوا لنا قصيدة واحنا في الإعداد ما فهمناش معناها إلا لما كبرنا، فقالوا لنا إيه؟ برز الثعلب يوما في ثياب وعجل فمشى في الارض يهدي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله اله العالمين. يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين واطلبوا الديك يؤذن لصلاه الصبح فيه. هو هدفه ياكل الديك. فاتى الديك رسولا من امام الناس فيه بعد وقت، فعرض الامر عليه وهو يرجو ان يلين، فاجاب الديك عذرا يا اضل المفترين، بلغ الثعلب عني وعن جدود الصالحين، انهم قالوا وخير القول قول العارفين. مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا. ده موضوع مهم جدا لازم ناخد بالنا قوي ان الكلام الحلو والمعسول مش هو الهدف. ممكن حد يقول لي كلام كويس جدا ومعسول جدا لكن هو منيمني في الدور، منيمني فعلا، عايز ياخد مني حاجه كبيره، فلازم افكر دايما الهدف ايه والمبدا ايه من ورا الكلام اللي انا بسمعه، وخصوصا لما اكون عارف ان ده جاي من طرف ثعلب. جاي من طرف ثعلب، فلازم ابص للي ورا الاشياء. ده حاجه انا كمؤرخ حبيت اقول لكم عليها. برضو في الفن كان عندنا فنان جميل جدا اسمه عمر الجزاوي. عمر الجزاوي هو فعلا اتفضل شاي. كان بيقول مناجاة جميلة جدا. بقول له عمي مش
هو بدأ خلينا نقول حتى من التاريخ الشعبي، هو بدأ راجل بيشتغل مع والده في البناء وبيغني وهو طالع ونازل شايل الطوب شايل الأسمنت وطالع نازل بيغني. فجيب المدير أو المقاول اللي بيشتغل معاه قال له أنا عندي فرح بنتي ما تيجي تفتشنا كده شوية. قال له ماشي. عمل ليلة جميلة جدا جدا والناس كلها ضحكت والناس كلها اتبسطت. فقال له ما تروح الإذاعة يا عمر. قال أروح الإذاعة. إزاي أروح الإذاعة؟ أعمل إيه إزاي في الإذاعة؟ هيقبلوني وعلى شكل إداوة. قال له بس هو. راح الإذاعة ورفضوه. كان محمد حسن الشجاعي كان هو اللي ماسك الإذاعة أيامها، ماسك الركن بتاع الفن والموسيقى. فرفضوا. حاولوا تاني رفضوا. حاولوا تاني رفضوا. كذا مرة يرفضوا. فعمل إيه؟ راح اشتغل في الكازينوهات وفي الأماكن دي. وكان نمرة كبيرة جدا جدا شافوه بعض الناس المقربين للمذيع الشهير جلال معوض. كان مذيع كبير جدا في مصر وكان بيعمل أضواء المدينة، حفلات أضواء المدينة، وما كانش حد يقدر ينافس عليه. فكان بيعمل له عجلة. فقالوا له تعالى في نمرة كويسة جدا اتفرج عليها، لو عجبتك قدمها. فراح يتفرج عليه لقى نمرة فعلا. زاد الصعيدي والعمة والحاجات دي كلها. فقال له انا هديك فرصة عمرك يا عمر. قال له ازاي؟ قال له هخليك تغني في عيد الثورة ويتفرج عليك الرئيس جمال عبد الناصر. طبعا الراجل ما كانش مصدق الموضوع. ففعلا قدمه في عيد الثورة هو والفنان محمد طه مع بعض. وكانت زعيم جمال عبد الناصر كان بيسقف طول الحفلة من الضحك، واللي الانتعاشة الكبيرة اللي انتهاهم عمر الجزاوي ومحمد طه. فمفيش حاجة اسمها مستحيل، أنا الهدف من كلامي مفيش حاجة اسمها مستحيل. الحاجة الخطيرة جدا حصلت لعمر الجزاوي انه مات 13 ساعة. مات. كان جاي من حتة في الأرياف وعامل حفلة جميلة والعربية نزلت في النيل. ترعة صغيرة. السواق طلع وسابه هو. قعدوا من الساعة تقريبا 4 لحد الساعة 11 الصبح لحد ما طلعوه وتقول مشرحة على انه ميت. جه الدكتور او الطبيب بتاع المشرحة بيجهز ادواته عشان يشرحه. فلسه راح قايم قاعد عمر الجزاوي. عمر الجزاوي قعد. فالطبيب توفى في الحال. دي برضو حاجة من ضمن الحاجات الكبيرة جدا اللي حصلت في عمر الجزاوي. حبيت طبعا ان انا اشارك وجود الدكتور علاء موجود معانا، وانا بشكركم جدا جدا على حسن استماعكم لكلامي، وان شاء الله احنا